احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله واحييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في الحلقه السابقه عن صدق عبوديه النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهو القدوه والمثل والاسوه عليه الصلاه والسلام. لكن السؤال المطروح اليوم، هل للعبوديه مراتب؟ نقول بلى، نعم في للعبوديه مراتب. اولا، العبودية تبدأ بالقول باللسان، أن أقول لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قول القلب، أن القلب يوقن أن لا معبود بحق إلا الله، يعني أنا أقول لا إله إلا الله هذا بلساني، وقلبي يقول لا معبود بحق إلا الله. ثم عمل القلب نفسه، يعني القلب فيه هذه المشاعر. كيف؟ يعني مثال، لما إنسان يخاف من مسؤول في العمل ان يؤذيه، او زميل له قريب ذو مسؤولية في مكان ما يستطيع ان يعني يصيبه بشر او غيره، فان اصابه خوف وهلع من هذا الانسان، فاعلم ان هذا القلب ليس فيه عبودية حقة، ولا فيه مراتب من مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى. طالما انه يخاف من الناس وتخشى الناس والله حق ان تخشاه، اذا العبد من الواجب يدخل عنده اليقين ان يكون متوكلا على رب العباد. أبو الحسن الزاهد نصح مرة أحمد بن طولون نصيحة قوية، فتأذى ابن طولون وقال أوقفوه في الساحة بعد صلاة ظهر الجمعة واعملوا سور حوله وأطلقوا عليه الأسد اللي كان يملك أحمد بن طولون عدة أسود مفترسة يربيها عنده في القصر، وأطلقوا عليه الأسد ليأكله أمام الناس حتى يتعلم كيف يكلم الكلام. فأطلق الأسد على هذا الرجل الصالح، فجاء الأسد إلى هذا عبد الحسن الزاهد هذا وتوقف يتمسح في ثوبه، فجيء بالرجل لأحمد بن طولون حاكم مصر في هذا الوقت الدولة الطولونية، قال له استحلفك بالله فيما كنت تفكر والأسد قادم عليك. قال طالب استحلفتني بالله سبحانه كنت أقول في نفسي سؤره، أي لعابه يعني لعاب الأسد، سؤره طاهر أم نجس؟ يعني مشغول أبو الحسن بقضية إيه؟ أن يترى هو لما يأكلني هو لعابه طاهر ام نجس ثيابي ولا لنا، يعني يشغل نفسه بقضيه فقهيه. فاي قلب هذا القلب الا ان يكون فيه مراتب العبوديه الكامله لله. فلما يكون العبد عنده مراتب عبوديه، او يعني لحق او حصل وتلقى في مراتب العبوديه تلك، هذا امر سبحان الله. الانسان يجب ان يتقي الله رب العالمين. ابن عباس ماشي بالمدينه وجد الناس وراح صلاه العصر خلت الشوارع من اهلها، ما الذي حدث؟ الناس مختبئه خلف البيوت، ايه المشكله؟ قالوا اسد جاء من البراري ودخل شوارع المدينه فالناس في حاله ذعر. قال واين هو؟ قالوا يعني في هذه الناحيه. تقدم ابن عباس الى رضي الله عنهما الى الاسد وقال له كلمتين، فاذا بالاسد يعني يدور الى الخلف ويعدو نحو الصحراء مره اخرى. قال يا ابن عباس ماذا قلت له؟ قال قلت له ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فعد من المكان الذي جئت منه. قالوا هل يفهم الأسد كلامك؟ قال نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات. الإنسان لما يخاف من الله يبقى دي مراتب العبودية الحقة، والإنسان لما يكون له في هذه المراتب يعني قصب السبق وله خطوات قوية في قضية أن يعبد الله سبحانه وتعالى بيقين، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يكن لا يصيب هذا العبد الا ما كتب الله، ولا ابدا يعني يخطئه الا ما يعني كتب الله او كتب له او كتب عليه. اما عمل القلب في 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 في, في قضيه العبوديه هو محبه الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، الانابه اليه سبحانه وتعالى، الخوف من اخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، الصبر على الاذى، الصبر على الاوامر، الصبر على النواهي. يبقى ما هو المطلوب منا في مسألة العبودية؟ أن نعرف رب العباد سبحانه وتعالى معرفة حقيقية، وأن نعلم أن محبته هي سعادة الدارين، وأن اتباعنا لرسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تمثل لنا العبودية الحقة لرب العباد سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن العبد في هذه الدنيا يجب دائما أن يتذكر أنه يكرر 17 مرة كل يوم على الأقل، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، هذا هو التوحيد الخالص، هذه المحبة الخالصة، هذه العبودية الخالصة، أن نجعل محبتنا وشوقنا
الى رب العباد سبحانه وتعالى، فنحظى بان جوارحنا تكون فيها عبودية، قلوبنا تكون فيها عبودية، ألسنتنا تكون في هذه العبودية. اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين مخبتين صادقين يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.